السيد عمر المشاقبي مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ضيف عزيز معنا الآن على الهواء. عمر بيك صباح الخير. صباح النور. الله يعطيك ألف عافية. يلا يعافيك. يا أهلا بيك سيدي. احنا من خلال برنامجنا والتعاون الدائم مش بحاجة انه ناس يزكي صندوق المعونة والجهود المبذولة، ومش بحاجة انه احنا نروج لعمل، لانه يعني من يتواصل و يقترب من صندوق المعونة إذا كان ضمن الشروط المحددة للاستفادة من معونات الصندوق يعرف تماما جهدكم اللي تبذلوه. فالله يعطيكم ألف عافية ابتداء. الله يبارك فيك، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وظن جميع مواطنين بنفس الطيبين إن شاء الله. عمر بك، يعني إحنا قاعدين بنقول بأنه واللي فتح الموضوع اتصال من أخت مطلقة. هلا مطلقة وبطلع لها نفقة، محكومة لها بنفقة، وزوجها برا البلد، تيجي بتقول لك بروح على صندوق المعونة الوطنية، يعني أنا مش مستلمة إشي من طليقي. صندوق المعونة بيجي بيقول والله أنت ماخذة نفقة وبالتالي لا تستحقين. حالة أخرى بتيجي بتقول والله أنا سيارة موجودة عندي عليها 100 قسط، بنيجي بنقول والله أنت تمتلك سيارة. القصد اللي أنا بدي أشير إله إنه أحياناً مش بالضرورة ما يظهر بال خلينا نقول السجل المالي أو الكشف المالي لا الساعي للاستفادة من المعونة إنه يكون حقيقي، مؤشر حقيقي، ولكن يصطدم بنص لا نستطيع إنه إحنا لا نطوعه ولا نتجاوزه، وبالتالي يحرم هذا الإنسان المستحق فعلا من إنه يستفيد من صندوق المعونة الوطنية. هل فعلا نواجه مثل هيك أمور إنه إحنا نصطدم بنظام بتعليمات بحاجة إلى تطويع بحاجة إلى إعادة هيكلة؟ تفضل يا سيدي. بداية أحب أصبح عليك أستاذ ياسر وعلى جميع المواطنين الكرام، والله يعطيكم العافية، ومن خلالكم أحب أنه أوضح طبيعة عمل الصندوق وما هي الأدوات والآليات اللي ينتهجها في عمليات استهدافه أو في عمليات العمليات الخاصة بعمله. احنا بالبداية نعتمد على قواعد بيانات. قواعد البيانات هاي هي اكبر قاعدة بيانات موجودة في المملكة عن الأسر الأردنية. احنا نجمع بيانات من اكثر من 50 جهة رسمية وجهة عامة، ونعتمد عليها في عملية تقييم الحالات او تقييم الأسر عن تقديم المعونات. المعلومات اللي موجودة على قواعد البيانات هي حجة على المواطن، ولكن يقدر ينفيها اثبات رسمي. اذا احضر اثبات رسمي ينفي ما هو موجود على قواعد البيانات احنا نقبل بهذا الاثبات، يعني عبء الاثبات على المواطن الراغب بالاستفاده. بالضبط. ولكني انا ما بقدر انفي ما هو موجود على قواعد البيانات، انا كصندوق كاداره او كجهه رسميه ما بقدر انفي معلومات موجوده لدوائر ثانيه موثقه عندي. فالمواطن هو صاحب المصلحه بانه ينفي ما هو موجود على قواعد هذه البيانات اللي هي تخص أسرته. وبهذه المناسبة أنا أحب أوضح الشغلة أستاذ ياسر، إنه إحنا كثير من المواطنين موجود عنه بيانات ومعلومات، إحنا نعرف أكثر منه بيانات عن هذه الأسر أكثر ما هو يعرف عن نفسه. ولكن هو نفسه ما بيعرف إنه هو مسجل باسمه أراضي أو مسجل باسمه مركبات، هو نفسه ما بيعرف، يتفاجئ إنه فيه باسمه أراضي أو يتفاجئ إنه فيه باسمه. بتصادفكوا هذه الحالات أو ممتلكات؟ وبالتالي إحنا هاي هي المعضلة اللي أحياناً تواجهنا ببعض الحالات. بتصادفكوا هذه الحالات بأنه الشخص يتقدم وأنتم في آلاف من الحالات هي ما عندها إشكالية وتأخذ استحقاقها من المعونة بكل سهولة. الحالات اللي يتم طرحها على الإعلام هي الحالات اللي فيها هذه المشاكل. فهاي هي النقطة اللي احنا حبينا نوصلها. في سيد لجأت لنا، يعني انا بدي اخذها كمثال يا سيدي. سيد لجأت لنا قاعدة بتقول بأنه كونها طلقت تنتظر حكم من المحكمة، المؤخر تبعها لنفترض 10,000. هسه هي دايخة من الجوع مستوية، معهاش تصرف. ولغاية البت في الدعوة بيجي الصندوق بيقول لها أو من يمثل الصندوق بأنه والله أنت الآن بتنتظري مؤخر يبلغ قيمته هالقد، وبالتالي تخرجي من وعاء المستفيدين من أموال المعونة. هي تحديدا أستاذ ياسر، أنا طلعت مبارح طلبت ملف الست اللي زودونا فيها. اشرح لنا واقع الحالة عشان نشخصه بطريقة صحيحة.
انه هي محكوم منها مؤخر، مطلوب منها وثيقه تثبت براءه الذمه، لانه احنا كمان لما يكون في حكم صادر على المحكمه بدنا نتعامل مع هذا الحكم. هسه اللي مطلوب منها انه هي تحضر وثيقه من المحكمه كبراءه الذمه حتى احنا نعتمد عليها. براءه الذمه كيف يعني عمر بيك؟ يعني هي محكوم لها، ما اخذت هذا المبلغ، هي فعليا ما قرضت، انه محكوم لها ولكن ما قرضت هذا المبلغ. هذا اللي احنا بدنا اياه. هسه هي الست تقول انه هي مطلوب منها 100 دينار حتى تحصل على هذا الوثيقه. احنا حاليا ما عندنا اشكاليه نساعدها حتى نسهل عليها انه تحصل على هذا الوثيقه. هذه الوثيقه يعني خليها تراجعنا، واحنا ان شاء الله انه نساعدها. ما بتقصر، بس احنا بدنا سيدي سنة وتعليمات تستوعب كل الحالات، ما بدنا ناخذها حالة خاصة خاصة. انت فهمت كيف؟ في موضوع استاذ ياسر حابة اوضحه لك ولجميع مستمعينا الكرام، انه احنا مشاكل المواطنين مع المؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى الصندوق غير قادر على انه يحلها كلها. يعني اللي له مشكلة مع الصحة ومع التربية ومع الزراعة، احنا ما عندنا قدرة اني احل كل مشاكل المواطنين حتى هو بالتالي يقدر ياخذ معونة. طيب بامانة يا عمر بيك، بامانة، لما تطلب انت من شخص راغب بالاستفادة من معونة الصندوق، ويتوجه اما الى التربية الى الصحة وين ما كانت الجاية الى المحاكم الشرعية على سبيل المثال، هل يعني تقر حضرتك بأنه هذه الطلبات تعامل بمرونة، ولا نحن بحاجة يعني ناس بلا مؤاخذة من يلجأ إلى صندوق المعونة الوطنية بلا مؤاخذة؟ مين اللي بيلجأ له؟ يعني بعرفش قديش سكيل المعونات اللي بنعطى، ولكن من يلجأ هو إنسان مضطر. فهل بتجاوبني بكل أمانة وكما هو معهود فيك إنه فعلا الجهات الأخرى التي يحال لها طلبات خاصة بالصندوق حتى يتأتى لهذا المواطن طالب المعونة أن يحصل عليها، تتعامل بأريحية ولا في تعقيدات؟ ما نعم أنا أكون صادق معك، أنا ما بدي أتهم الجهات الثانية، مش اتهام سيدي، مش اتهام، ولكن أنا أكون صادق معك أنه هي لا تتعامل بخصوصية مع هذه الحالات. يعني هي لا هي تعتبر مواطن زيه زي أي مواطن ثاني بده وثيقة. احنا نظرتنا لهذا المواطن تختلف، احنا نظرتنا انه هذا ما قصدت ضعيف، ان هذا فقير، هذا غير قادر ماديا، هذا ما قصدت ان اوضحه. انا بشكرك، يعني انت حضرتك لا انت ولا نحن نتهم، ولكن الموظف لما بيجي بلا مؤاخذة، لنفترض اني انا الان في اذاعة روتانا واجاني موظف حامل كتاب موجه من صندوق المعونة الوطنية، من المفروض أني أعطيه أولوية. هذا البني آدم مش جاي يطلب على إجازة بدون راتب، هذا بسابق بالوقت حتى يحصل على مبلغ يصرف له شهريا يطعمي ابنه حليب. يعني هذا خطاب موجه لإخواننا، وبجوز نطرحه بكرة يعني، ونبعث فيه كتاب أيضا لدار رئاسة الوزراء بأنه مثل هذه الكتب التي تسطر من صندوق المعونة تأخذ أولوية. سيدي مصادركم أنتو بعرف بأنه ترصد ميزانية، هل باب التبرعات يعني وزارة التربية والتعليم في فترة ما الأنفة كانت عندنا إحنا بأنه نيجي نقول والله إحنا كجهاز حكومي ما بناخذ تبرعات، بعد ذلك بسنتين استمعوا للنصيحة اللي طلعنا فيها أنه يا أخي افتح، أنا بدي أتبرع لا طلاب البلد، فخصص صندوق. هل موجود صندوق تلقي تبرعات ملحق بصندوق المعونة الوطنية؟ لا، احنا صندوق منفصل انه ملحق بالصندوق، ولكن اي شخص او اي جهة تستطيع حسب قانون الصندوق انها تتبرع للصندوق، وبالتالي تدخل ضمن موازنة الصندوق وتصرف على الاسر الفقيرة والمحتاجة. يعني تبرعات هذه تدخل ضمن الموازنة وتنفق؟ هاي تدخل بالضبط اضافة للموازنة، وليس من الموازنة، هي اضافة للموازنة. احنا موازنتنا كاملة من الحكومة، ولكن تستطيع اي جهة او اي شخص انه يتبرع للصندوق ويضاف هذا المبلغ لاستخداماته لمساعدة. هل في إقبال من الميسورين؟ لا نهائيا. آخر مرة تم قبول تبرع قبل ما يقارب من 19 سنة. الله أكبر. نعم، فلا أكون صادق. والناس بتسأل اللي بدها تتبرع بلا مؤاخذة وتساعد الناس تسأل إلى أين نتجه؟ نعم. الآن هل نعتبر بأنه إحنا قصرنا كإعلام على إشهار إنه في صندوق المعونة الوطنية اللي بيساعد مئات الآلاف من الحالات،
في صندوق للتبرعات يريحني أنا وأخرج من ذمتي. صح ولا لا؟ أكيد. إحنا أيضا إحنا عشان نكون واضحين، إحنا حتى الجهات اللي هي حتى من الدول الشقيقة من دول الخليج وأحيانا تلجأ إن تقديم مساعدات للأسر الأردنية، فإحنا يتم إنه مساعدتهم في تقديم الأسماء وتقديم المعلومات والبيانات عن هذه الأسر، حتى كمان إحنا يعني نأكد إنه إحنا المعونات اللي نقدمها غير كافية للأسر، وبالتالي إحنا بحاجة إلى دعم إضافي. طب خلينا نساوي يا سيدي خارطة الطريق لحلقة نستضيف فيها حضرتك ونحط النقاط على الحروف، خلي مواطننا يعرف صندوق المعونة الوطنية ودوره وما يقدمه، الحد الأدنى الذي يقدمه الصندوق كمعونة يا عمر بيك محدد؟ حاليا نقدم للفرد 50 دينار والحد الأعلى 200 دينار. روعية في انخفاض القيمة الشرائية للدينار والغلاء الموجود، وإمتى آخر مرة صار عليه تعديلات؟ احنا خلينا نحكي بال 2017 تم اخر تعديل، ولكن انا بدي اوضح استاذ ياسر معلومه جوز قد تكون مخفيه عن الكثير من المواطنين. احنا صندوق المعونه الوطنيه موجود في كل مدينه، في كل قريه، في كل حي. احنا عدد الاسر اللي تتقاضى او يعيلها الصندوق اكثر من 100,000 اسره. 100,000 اسره، عدد افرادها ما يقارب من نصف مليون فرد، فأنت قاعد تحكي عن شريحة ضخمة. 100% احنا حاليا هي تعتمد على الصندوق. سيدي بعد أمرك بدنا ننسق مع حضرتك وحلقة تخصص لصندوق المعونة الوطنية، نشوف احنا الكادر الموجود كافي ولا لا يخدم هذه الشريحة، كيف نستطيع ان نوجه الى تبرعات تصب في الدعم وإسناد صندوق المعونة بهذه المهمة الجليلة. أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت فيه، والست هذه اللي فيما يخص موضوع النفقة تراجع مكتب حضرتك. بارك الله بك، بارك الله بك، شكرا لك جزيلا، شكرا لك. السيد عمر مشاقبة مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، شكرا لك.